حيتنا والعامل والحكومات مشات وجات والحالة عزيتنا الشعارات وهزوا وزير وحطوا وزير وهزوا وزير وحطوا وزير السلام عليكم. تحية وتقدير لهاد الناس المناضلين اللي واقفين معنا اليوم في مدينة تطوان، ونهار كبير عندنا هاد العرس هذا اللي هو فاتح ماي. كنطلبوا من هاد الحكومة على هاد الزيادة اللي زادوها في الأسعار، حتى حنا كنطالبوا أنهم يزيدونا في الرواتب الشهرية ديالنا اللي بقات واقفة من زمان. كاين الإخوان اللي خدامين عندنا دابا في هاد الحراس الأمن الخاص اللي تقريبا المدة ديال 15 سنة أو لا ما يقارب على 20 سنة وباقي الرواتب ديالهم محدودة. نطالبوا من هذه الحكومة أنهم يفيقوا شوية معنا، وتحية للجميع. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشتر الرجيم. الله الوطن الملك. حنا جينا اليوم على حساب الكونفدرالية باش نتحجوا على القضية ديال التاكسي والقضية ديال غلاء المعيشة، خضرة غالية، كرا غالي، الماء والضوء أماندي غالي، اللي ساكن في تطوان واخا الدار ديالو بحال اللي كاري. هذه اللولية شي فور البارح عنده الدار ديالو، دابا هو جالس ما خدامش، عنده 40 50 سنه ما كيعطيوهاش التاكسي، كيعطيوه التاكسي اللي عنده 20 سنه باش كيجيب له كل شيء، ما كيعطي الباترون ما كيدي والو، خصو غير الشهر باش يخدم. علاش بابا عنده لاباس عليه مبلي، الله يعفو عليه، الله يسمعنا منه، كيعطي كل شيء لمول الشي، كيدي الباكيت ديال الكارون والساندويش ما ياكل. رئيس الحكومه راه زيرو، هذاك ماشي اخ النوس، هذاك الخنس ماشي اخ النوس، حنا اللي خنوسين، حنا اللي كنخنسو ونعطيوه، نعملو قفو ونعطيوه. اين هو خنوس؟ واش اخو راسوسي؟ ها؟ نهار اللي لعبت المغرب تطواني ما داوهاش هنا كادير، علاش ما داوهاش مراكش؟ ما جابوش بيترو مرا باش خسرت المغرب تطواني فكادير؟ علاش ما داوهاش مراكش؟ هذا رئيس الحكومة مشى يروج على بلادو، علاش مراكش ماشي مغرب؟ هذا راس الحكومة، راسو ما خدامش، اللي خدام هو المواطن الشعب. انا وزير الخارجيه والمراه في الدار وزير الداخليه، واخا انت عيشنا الفرق ما غتغلبنيش السخرة. 5000 فرق عيشنا الفرق ما تدخل لك والو، عيشنا الفرق ما 50 درهم خصك الحوت والطوماطيش، انت 50 درهم يو في رمضان باش غتعيش، 50 درهم باش غتعمل لك في رمضان؟ واش الحرير ها، واش الشباكيه، واش التمر، واش الحليب، واش العصير، 50 درهم، واش باكيت ديال المربور اللي مبلي الله يعفو عليه، واش 20 درهم ديال العشيه ديال الشنيق شغل عمل له 50 درهم، هو خدام كيخدم 70 درهم، و20 فرق شغل عمل له، كيقضي حاجه ب 30 درهم، حريره وشباكيه وداش كاين شي معاون عاود كيعطيوها هذيك المعاونه، هذيك القبه اللي كيعطي محمد السادس الله ينصرو، مؤسسه محمد الخامس كيعاون بها. قلت لك حنا دابا صناعيه محسوبين شي ما والو، تمشي لعدد شي ورقه ما تيعطيوها لك، كيف زعما ما فهمتش هذا الشيء هذا؟ شحال هذا كنا تنمشيو نجيبوا شي ورقه هايدا تيعطيوها لنا، دابا ما كاين والو. تمشي شي اداره، مشي عند هذا، مشي عند هذا، زين هذا، هذا صناعي ما محسوبش مره. جي
الجيني واش من المفاتيح؟ وزيت انايا باش نعبر على راسي تنشوف راسي حنا هذا الشيء هذا ماشي انا لورا ما نجحش القدام ما كاينش والو هذا الشيء هذا منه ما عرفناش هذا الشيء هذا في عين صدق ماشي هذا يبقى انا صناعي تنعد تنصنع التلفازات راديوات مسائل كامله ولكن ماشي محسوب تمشي شي اداره تيقول لك هذه مشينا هذه مشينا هذه اجينا هذه ما فهمتش علاش هذا الشيء هذا هذا غلب لا ما نعبر لك وانا والو هذه الشيء هذا اللي تسقسى يقول لك كلشي مكحط كلشي مرون كلشي ما كانش تطوان شحال هذه كنا تنضربوا على المثل اي واحد يقول لك هذه الشمال معروفه باسبانيا ماشي معروفه دابا انت عارف اللي تمشي ليلو تتجبر لك خصك تجبري من التاكسي الرافينه خصك 50 درهم واش فهمتيني واش موظف كيجبر 80 درهم او 100 درهم دايا ساخي محمد فهمتيني الشخص مي تشوفوا للحال والرساله للحكومه بعد كاين هذاك بعدك ما عندوش وجهه باش يهضر مع الشعب ديالو فهمتيني هي خرج هاي دا ويقولنا بان خصنا نعوطوا لكم ونصنعوا لكم ما كاين والو ما كاينش مع من عاد هضر هادشي تنوصلوا لسيدنا الله ينصرو يقول له تشوف شي حال مع داك السيد هذاك هذا الحل اللي كاين